شو بدي واحد يحكي؟ بتضربوا اسرائيل بتفشش من الغوطه الشرقيه، بتضربوا امريكا بتفشش من الغوطه الشرقيه. امبارح زدتوا علم على روسيا فيه، زدتوا صاروخ فيه علم روسيا امبارح. امبارح زدتوا صاروخ مظله ارتجاجي ببلده بيت سوا علم روسيا زادتنا فيه. شو نساوي نحن طيب؟ شو نساوي؟ هي لو عم يضرب معارضه عم يضرب ارهابيه في وما فيها، هي مناطق كلها مسكونه بالمدنيه. كلها مسكونه بالمدنيه هاي، وين بدها تروح حال العالم؟ وين بدها تروح حال العالم؟ صاروا 3 ايام عم يقصف هذه البلده، اكثر من 100 بيت دمر بهذه البلده. شو نساوي طيب حالنا نحن؟ شو نعمل؟